الملائكه خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور واوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولاوامره مطيعون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم خلق كثير لا يعلم عددهم الا الله تعالى والايمان بالملائكه اصل من اصول الاعتقاد لا يتم الايمان الا به وهو يتضمن اربعه امور هي الاقرار الجازم بوجودهم وانهم خلق من خلق الله مسخرون الايمان باسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل واسرافيل وغيرهم عليهم السلام الايمان باوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بان له ستمائه جناح قد سد بهم الافق الايمان باعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الارواح واسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل احواله وهم المعقبات الذين قال الله في شانهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ومن الملائكه حمله العرش ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين